عاجل، تغيير موعد صرف مرتبات مارس بسبب شهر رمضان، ننشر التفاصيل. وبعد رفع أسعار الدولار بيان عاجل من رئيس الوزراء، وعاجل الرئيس السيسي بيوجه رسالة للمصريين بعد انتقادهم صرف مبالغ ضخمة. وعاجل في مفاجأة كبرى، رئيس قناة السويس يعرض على الولايات المتحدة المساعدة في تعويم السفينة العالقة. وفي مفاجأة كبرى، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء التابع لكيان الصهيوني والرئيس السيسي وبن زايد في شرم الشيخ والبنك الأهلي وبنك مصر. ومفاجأة كبرى لكل المصريين، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار الجديدة اول باول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 اعجبني او لايك. وقبل ما نبدأ في الاخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل او الخبر معانا. وعاجل، تغيير موعد صرف مرتبات مارس بسبب شهر رمضان. واعلنت وزارة المالية انه اعتبارا من يوم الاربعاء 23 مارس 22 ستبدأ في عمليات صرف رواتب شهر مارس الحالي، لتكون تلك هي مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 22 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة. وقالت وزارة المالية في بيان لها إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم، خاصة في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه بخصوص مرتبات شهر مارس 22، فإنه من المستهدف صرف مرتبات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين. وعن جدول صرف مرتبات شهر مارس 22، فقد قال التقرير إنه من المستهدف أن يتم صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولى بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 3/22. وحيث أنه ضمن جدول صرف مرتبات شهر مارس، فإنه سيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، والمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة. ده هيتم اكتمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة. بالنسبة لمرتبات شهر ابريل سنة 22، اكد الدكتور محمد بعيط وزير المالية انه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات اشهر ابريل ومايو يونيو 22، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهر ابريل ومايو و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبعد رفع أسعار الدولار بيان عاجل من رئيس الوزراء المصري، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية تم ضخ كميات كبيرة من السلع، واستطعنا كبح جماع ارتفاع كبير للأسعار. وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمن لانتهائها، ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها، وضح أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة، وخاصة أسعار الوقود والسلع، مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع. وضح أنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصري بكافة ما يحدث، تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم. أضاف كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذه الأزمة. المصدر معانا كان من اليوم السابع طبعا، والكلام على الأزمة التي تحدث في الشرق. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين بعد انتقادهم صرف مبالغ مالية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البعض انتقد اتجاه الدولة لتأسيس مشروعات قومية كبرى. كتير من الناس بتقول لازمته إيه وبتصرفه كتير قوي في الكلام ده،
والرئيس السيسي تابع وقال كانت من ضمن المشروعات دي هي الصوامع. الصوامع دي كانت بتحافظ على من 15% ل 20% من الفاقد السنوي. لو بتكلم في 17 او 18 مليون طن، لما نقول 10% منهم يبقى 1,700,000 طن كانوا هيبقوا فاقد احنا حافظنا عليهم. واضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر مع الاعلامي عمرو خليل: لما عملنا الصوامع دي حاجة آدمية، لا بقى في قوارض ولا حشرات تأثر عليها ولا فيها فساد، وبنعمل صوامع تانية وهنعمل وبنعمل التوسع في زراعة القمح. التوسع في زراعة القمح هتزيد خلال السنتين اللي جايين بمعدل 1,000,000 فدان عشان نقلل بقدر ما أمكن من الاعتماد على الخارج. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل فيه مفاجأة كبرى. رئيس قناة السويس بيعرض على الولايات المتحدة المساعدة في تعويم السفينة العالقة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع استعداد الهيئة التام للمشاركة سواء بالمعدات أو بالخبرات لتسيير سفينة إيفر فورورد بعد جنوحها في خليج تشيز بيك الأمريكي. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11 إن سفينة إيفر فورورد أصغر من السفينة إيفر جيفن من حيث الحمولة كلية، حيث تبلغ حمولتها 117,000 طن فقط مقارنة بحمولة إيفر جيفن وقت جنوحها في قناة السويس التي بلغت 220,000 طن، يعني تقريبا الضعف. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن جنوح السفينة إيفر جيفن كان لها أبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفر فورورد حاليا، كما أنها جنحت في تربة طينية وليست تربة صخرية. وكان خفر السواحل الأمريكي أعلن استمرار محاولات التعويم لعشرة أيام مقبلة على أقل تقدير. وكانت السفينة إيفر فورورد جنحت في منطقة قريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وخصوصا عند منطقة بالتيمور وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية، وهو ما أدى إلى تعطيل مجرى الملاحة في هذه المنطقة التي تعد حيوية بالنسبة لأمريكا. المصدر معانا كان من القناة 24، وإحنا اكتسبنا خبرات لما سفينة إيفر جيفن يعني جنحت في قناة السويس، فإحنا كمصريين اكتسبنا بعض الخبرات واكتسبنا يعني طريقة تعويم السفن الكبيرة الجانحة في القنوات و المضائق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا يعني الفريق أسامة ربيع عرض على أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تعويم سفينة إيفر فورورد، وأترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر سريع وفي مفاجأة كبرى. قمة ثلاثية تجمع بين رئيس الوزراء التابع للكيان الصهيوني والرئيس السيسي وبن زايد في شرم الشيخ. أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني بأن رئيس الوزراء التابع للكيان الصهيوني نفتالي بنت والرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ. وكانت صحيفة هارتس أفادت بأن بنت وصل في وقت سابق إلى مصر في زيارة غير مجدولة يتخللها لقاء مع الرئيس السيسي للمرة الثانية في غضون 6 أشهر. بدوره قال بن زايد إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم خلال اللقاء بحث على العلاقات الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر والبنك الأهلي وبنك مصر ومفاجأة كبرى لكل المصريين. وقرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. وتبدأ فئات الشهادة من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين. وأعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. وتبدأ فئات الشهادة من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر. ويمكن الاقتراب بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر عليها
اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء أو تاريخ الإصدار. ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الإدخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر. إلى ذلك يعني في البنوك أمس سجل سعر الدولار 17 جنيه و40 قرش في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر البيع 17 جنيه ونص. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل جدا من الأرصاد لكل المواطنين وتنبيه. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء تشهد مصر انخفاضا في درجات الحرارة على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1 لـ2 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات. هيئة الأرصاد طلبت المواطنين بضرورة توخي الحذر بسبب الأجواء شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة، وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس. وشهد أمس الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء دافئ على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز المصرية، أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر مهم وأخير معانا، وفتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر اليوم بتسع مدن جديدة. يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري صباح الاثنين وحتى 12 منتصف يوم الثلاثاء المقبل فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر بتسع مدن جديدة. وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن الشروق والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والمنيا الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر ودمياط الجديدة وناصر غرب أسيوط. وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلن عن فتح باب حجز الوحدات السكنية الأحد الماضي 20 مارس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.